السلام عليكم حبيباتي الغزالات ديالي. المهم قبيله وجدت معكم هذاك البلا ديال الدجاج ودرتو تيطيب ومشيت دوشت وغسلت. كنت قلت لكم درت واحد الماسك ديال شعري، ماسك ديال شعري درتو بالفازلين ودرتو بشويه ديال زيت خروع وخليته حتى سالي الطياب وداكشي ومشيت غسلت. المهم قلت لكم هذا زوين، هاد لاكريم اللي تيبغي يدير البروشينغ ديالو غزال غزال غزال. ملي تبغيو ديروا البروشينغ دهنوه بحال لا كريم وديروا البروشينغ، هو تيعطي شويه ديال الدخان مي تي بروتيجي الشعر غزال. شريته من اوشون، ها هو ان كريم شتيوه. المهم هذا اللي تيدير البروشينغ يبروتيجيه بهادي قبل ما يدير البروشينغ. وهادي بابيليز، ها هي بابيليز. عاد شريت هاد المشيطه غزاله ما تيشدش السخون. قلت لكم هادي عاد شريتها باش تصايبو تمشطو بحال اللي تتمشطو شعركم وتتطلق الشعر زوين والله العظيم. بابيليز ها هي، كانوا دايرين لها 49 فورو في اوشون وهبطوا لها حتى ل 17 اورو، 17 اورو. شريتها وزوينه، فيها هاد المشيطات هادو ما تيشدوش السخونيه، ماشي بحال الاخرين تتحسي بالسخونيه، هادي ما تتحسيش بالسخونيه. غزاله 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 شتيوها. بابيليز هي المركز الزوينه ديال هاد بابيليز، اللي بغى يشريها يشري، راه دايرين الصولد البنات دابا. بغيت نفرق معكم اي حاجه. المهم وابخي هذه هي لا لي بوماد لا كريم اللي قلت لكم شتيوها، تتعطيها بون مين. قلت لكم المره الاخرى، قلت لكم راه المره باقا ما جابتها ليا من الفرماسيان، هذه تتعطي واحد بون مين فيها. هانتوما هي المشطة، درتها تسخن متتسخنش بزاف، هاهي شتيوها. باقي معاودش شعري صبغتو، حيت مازال فاز وما بغيتش نصايبو البنات، نخليه حتى ينشف حتى الصباح ان شاء الله وعاد غادي نصايبو. حيت لو داشي الا كان فاز كان غير بغيت نوريكم راه تتسرح مزيان، راه غزاله. نخليه ان شاء الله حتى الغدا وابخي عاد نمشطو باش يكون ناشف ونمشطو، حتى تمشطوه نورمال عادي. جيسبر ان شاء الله يعجبكم الفيديو مع امل لوجيك فاني. ابوني فو، لايكي فو، وخليو التعاليق. تنبوسكم بزاف وتنبغيكم. المهم خليكم على خير، ومن بعد نحط لكم لا غوسيت اللي درت ديال الماكله تالوغ. جيسبر ان شاء الله، جيسبر ان شاء الله يعجبكم الفيديو. وهذا مازال ما عاودتش لا كولور لشعري، شويه طلع لي غاسيل ماشي مشكل. قلت لكم تندرقها بهذيك، تندرق هاد لي غاسيل بواحد التيشيره وريت لكم بحال ريسيل، ماشي مشكل كل سيمانه تعاودوا.